واش تقول لي غير واش واحد في الخارج واش واحد جارو فرنسي واش حتى اللي تبعت له ويا السيارات في حالة الوفاة ديالو شي يمكن انا عطيتك واحد هذا سؤال مليح باش انا بعض الاخوان في وقالوا من هذا الحرج يا قلت لي صافي ماشي ماشي لاحد الاخوان ربما يكون حاضر معنا قل بالله له صديق ولا اخ صديق فرنسي ماشي مسلم واش يتبادل معاه الزيارات ولا الى توفى واش يمشي معه لان هذه الحقيقه احنا الان لا نشعر بها لان ما عندناش الاوروبيين بزاف ولكن هذاك الناس يبقاو وهما خصهم جواب باش لان بعض المرات يجي واحد الفقيه واحد اخر ما لا يعرف شيء ويحرجهم اما تبادل الزيارات مع الاوروبيين مع المسلم مع غير المسلمين فهذه مطلوبه ماشي جائزه مطلوبه لماذا؟ لأنك حامل رسالة حامل رسالة أنت تمثل مشروعا وهو يمثل مشروعا لما يجي عندك واحد الإنسان وأنا نقول لكم أنا ماشي واحد ولا جوج يجي عندك الحياة ديالك وجبرك أسرة مسلمة والاحترام راه بعض المرات يبقى كاين بعض المرات يبقى يبكي كنت أنا كبير نقول لك أنا ولادي سمحوا فيا خلوني جبر عندك أنت الوالد ديالك معاك وتحترمه وتسلم له على راسه وولادك يجيو كذلك يسلموا له على اليد هو يسير الدار الكبير هو يسير لك تعرفوا انا ان تولي عنده واحد الحرمه خاصه اي واحد يشوف يقول لك ما كاينش حنا ما لناش نعيشها انا ولدي كبرته فات 18 عام ما بقاش يعرفني من اللي يرميه كونه الان يشوف بيت مسلم حقيقي يوقع له انقلاب راه وقع الحال ديال الناس راه وقع لهم ثم لما تجي انت يا تاكل كي تاكل انت وكي ياكل هما حنا لما نجلسوا على واحد المائده قولوا زيد انت تاكل معنا تاكل دير واحد الاناء طبسي كبير تمد يدك قول حدو ما يديرش بحالنا هذوك ما يمكنش يدير هكذا خصك كل واحد قول له انت بعد ما تقول له راه الكوفير ديالك الكوفير ذاك راه ما عندكش ما عندكش طبسي ديالك فين تاكل انت ما عندكش فين تاكل قبض الهيل روح لان كل هما سبعه وعندهم سبعه ديال الطبس انت فين واش يعطيك قلعولك واحد ولا حنا ما عندنا سبعه ولا ثمانيه غير دفع 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 كونوا خمسه يولوا 15 وكل شيء ياكلوا كلهم خرجوا كل حتى واحد ما يقول انا ما كليتش طبعا اللي كلا الطبسي بوحده مش بحال اللي كلا مع 15 ولكن الناس ما يشعروش فرحانين وضحكوا وكذا ما المهم هذه حياه اخرى هذه حياه اخرى يقول المسلم فعلا واحد مرة نسمع واحد مغربي هو كان فلاح في منطقة من المناطق قال مشينا كاع مجموعة ديالنا مشينا لشي جهة شي جهة في فرنسا باش يشوفوا هذا الشيء ديال شو المحلات ديال الفلاحة وكذا واحتاجوا كانت عندهم واحد الحافلة كرا واحد سائق قالوا غتبقى معنا هو المفروض انه يبقى عارف السائق عند الوقت 8 ديال الصباح 6 ما يزيدلهمش هما مشيو قولوا فوق اقعدوا حتى 12 تاع الليل وراه قاعد معاهم قعدوا حتى الوحده هم شي بيجي يقصروا يمشي يقصر تلف له النظام ديالو الاول اللي كان بعد فوتوا ديك الناس ديك الرحله وغادي تودعوا مع هذا هو يتكلم هذاك قال لهم انا عمري ما شفت بحال هاد الناس هادو بحال هاد المسلمين لان فعلا ماشي بحال الاخرين قال له لان هذوك الناس يقولوا هذا الفلاح عادي اللي فات عليه يعطيه وكذا غير سائق هاكا مسير هاكا مسير فقول الاخر ما يعطيوكش الاوروبيين يحاسبك هذاك ما بقى يعرف روحه ولا مشى لسته ولا سبعه ولا يقول لي يجي يعطيني قال له مشيو نمشي معاهم هذا يقول قال مشيو معاهم يدخل معاهم قال انا ما كانش يقول لي بعد قال نقعد معاهم ولا اكل في وسطهم ولا ياكل في جهه اخرى طبعا انت الشيفور قعد له كان ناكل معاهم كاع ما يعرفوش ولا يطاو لك على رجليك ولا كذا ولا يدفعوك ولا يدفعهم بحال بحال قال له هادو ياكلوا وكذا وكذا المشكله قال له قال له كي ياكلوا فضيو يتكلم الاوروبيين قال له هذوك ما يخلصوش قال له كي يديروا قال له تعرفوا قال لهم كي يديروا يخلصوا قال له كي يكملوا يديروا هكا وينوضوا كانوا يكملوا هكا يديروا قال عمري ما شفت شي شعب بحال يديروا هكا وينوضوا لان الناس هذا
الاصدقاء ديالهم ما يطلبش منه ويجيبوا غادي يطلب منه الماكلة ما عندناش قال لكم ما يخلصوش والو غير يغيدي لها كنوض فاحنا حق نمط كي نكون عارفوا نفوسنا نحن نمط متفرد ما عندناش الأنانية ما عندناش احنا لما يجي شوف شوف جيب أوروبي يشوف عندنا واحد مات عندنا في الدرب مثلا في الجنة كل شيء يجي وكل شيء يطلع هذاك ما عنده مش هذاك عنده دي شركه وتديه لا عنده ما عنده شيء غادي وكيكمل داك الا ما قد شي غادي يحرقوا حنا كلش الناس يدخلوا وشكون هما الكبير والصغير والشباب الشباب الصغار مثلا كي تكون جنازه فين تشدهم واحد يبغي هذا خلينا يمشي يجيب الماء هذا يمشي هذيك حيويه صنعها الاسلام فينا صنعت هذا النوع من وبادك الشيء باش حنا خرجنا الاستعمار ما خرجناش بالسلاح خرجنا بهذاك الشيء ما كانش عنده فين يدخل فيه السلاح ما كانش عنده فين 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 يدخل في لاننا مربيين على القوه على التلاحم ديال المسلمين والناس الان اعرم الان كتبوا امريكيين كتبوا على العراق ذاك الوقت اللي دخلوا العراق وكيفاش كانت كذا كذا كل كنا غلطين الان اذا استطعنا احنا ناخذوا هذا النموذج مزيان تعرفون ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان عنده معاهده مع اهل ايليا ديال القدس وان قال لهم كان يوصي النصارى بان يبنوا الكنائس وان يوسعوا الابواب وان يجعلوا فيها مضافات للمسلمين قالوا لهم بديروا اماكن يجيو المسلمين يباتوا عندكم المسلمين كانوا يباتوا في الكنيسه وكل ما يباتوا كانوا يتناقشوا وتهضروا وتكلموا وتعرفوا ويعطيوا فهذا هو اللي كان فيه احنا ما خايفينش لان نتلاقاو مع نصراني غادي يردنا احنا متان في الدين ديالنا ولكن عمر يقول هذا هذه توصيه هذا وكان الناس يقولون هذا في الفقه ديال التعامل مع الاجانب يقولون حينما نذهب نحن الى بلد فيه اوروب فيه غير ناس غير مسلمين طبعا ما كانش قديمه ما كانش فنادق ولا بعد الان بعد الان قرى ما فيهاش فنادق في اوروبا كاين قرى ما فيهاش الفندق صغيره ما فيهاش الفنادق فيها منازل صغيره وصف. قال هؤلاء لهم حاله اذا كانت عندنا اتفاقيه سابقه بان يضيفونا فانهم يضيفوننا ثلاثه ايام او ما شاءوا على حسب الاتفاقيه ولكن اذا كان نحن ليس لهم اتفاق معنا وجاءوا الينا جاء غير المسلمين الينا يجب ان نضيفهم بلا اتفاقيه لماذا؟ لأن الشريعة أمرتنا بضيافة الغريب ثلاثة أيام وعندهم فيها إذا زاد على الثلاثة أيام فيزيد ولكن يمكنك أن تحسب عليه المكلة وكذا زيد ثلاثة أيام ولكن فيما سوى ذلك أي قبل ذلك هو ضيفك وأنت تؤنسه وتتحدث إليه واش الإسلام انتشر شوف واحد كان يتكلم من الكبار كبار مؤرخين وعلماء الحضارة يمكن غالبا يمكن باقي موجود روزنتال كان يقول لهم عن الحضارة الإسلامية وهذا كان درس يقول لهم الحضارة الإسلامية الحضارة المعجزة الزمن الذي اكتسحت فيه لا يسمح لها مثلا بأن تصل إلى كل هذا المدى ولكنها وصلت لأنه كان عندها استعداد البشرية عندها استعداد تقمص هذا الإسلام احنا واخا احنا الان كنقولوا راه في المسلمين خير كبير المسلمين فيهم واحد الخير لا يتصف الناس هذو اللي فلسوا لهم هما اللي راهم اما المسلم الان لما يكون مع الاوروبيين المسلم اللي عمره ما يسعروا بالازعاج ديالو باللي يعاونهم ويمشي معاهم ويدخل معاهم ويقوم كل انا مرات كنا في زياره هكذا في بروكسل شفت دور عجزه ناس نسايب كيو برا وتلقيت مع بعض المسلمين قلت لهم واش راكم قال لك حنا دائما نمشيو عندهم ولادهم ما يمشيوش عندهم احنا نمشيو نشوفوهم المسلمين غير هو الان طبعا هناك من يريد ان يسود صفحات المسلمين وهناك من المسلمين ايضا من يفعل ذلك لانه لا يعرف ماذا يفعل ولكن المسلمون الان ولله الحمد وفيهم خير هذه انتم راكم شفتوا كاع الوسائل الاعلام هذه المراه اللي سلمت وتقرا القران شو هذا؟ ها؟ ايه وكاش قال اش درت انت؟ قال ما انا ما غيب المسلمين حياه المسلمين وكيف يتكلموا كيف ينشدون كيف كذا مشات
ولا تجود لك القرآن. وهذه طبعا هذه راه صعقة كبيرة بالنسبة لها. احنا ما عندناش من الصغيرين ولا نمشيو عندهم ديارهم ولا ننصروا. احنا نقولوا غير خليونا ترنك ما ننصروا هما يجيو. ولولا ان هناك تخويف من الاسلام كان هذا العدد كبير الان مع الاسلام. علاش هؤلاء ضيعوا الاسره؟ انت تجي عند واحد البيت تبنيه بناء اسلاميا، تجي تقول هذا، تقول للمراه هذا زوج ديالك انت زوجه ديالو، وتعطيه العهد ميثاقا غليظا. ايوه، وانت تبقى مع هذه المراه وهي تبقى معك، لان الطلاق لا يكون في الحسبان. اذا تزوج الانسان في نيته انه سيطلق كان الزواج هذاك متعه، لذلك الزواج دائما يكون على التأبيد، ساتزوجك على كتاب الله، حتى يفرق الله تعالى بيننا اما بالموت ولا بشي حاجه. اذا ما عندكش نيه الطلاق وهي كذلك ما عندهاش نيه الطلاق، اذا هذا بناء مرصوص مرصوص معناها عنده الاساس تاعو. نجي تخليك انت جي واحد اخر الان يتزوج على النمط الجديد ديال هذا الجداد تاع حقوق الانسان. المراه ما عجبهاش الحال وبنى معها الاسره، ايوا رحنا شويه ديال الاختلاف و... ها ها اي ما تفهمينش وبغيت تطلق. علاش؟ شقاق. ايوا الشقاق يكفي، الشقاق صافي. حتى خوك غادي يدير مع الشقاق وتطلقوا، وامك حتى تشقق معها وتطلقها، وباك تغزك تمشي تبعد. واش يكون عندكم شي عقل ولا ما تشوف الشقاق سبب للطلاق؟ هات الان كيف المدونه هذا؟ لن يبقى بيت مستقرا، او على الاقل يبقى الانسان متوجسا. لان المراه في لحظه من لحظات تقول لك شقاق. اذا انت ضعفيت في الجسم ديالك شقاق، اذا ما بقاش عندك المال شقاق، اذا بان لها شي حاجه حياه اخرى في شي مدينه اخرى ولا في كندا ولا شقاق. وفين هذه الاسره اللي كنت تكلموا عليها؟ فين الميثاق الغليظ؟ واش راكم تفهموا انتم ولا ما فهمتوش؟ وانتم ساكتين ديك المرات، انتم ساكتين حساكم هذا الشيء كل هذا راه هو حياه المجتمع. واحد اخر يدير لك مثلا المتفجرات في الاسره ديالك، وانت راك تقول له واه هذاك رجل متنور، وانت غادي يسميوك يسبوك، لانك ما تقولش هذا الشيء غادي يسميوك انت اصولي والاصوليه. راكم تسمعوا هذا الشيء، هذوك الاصوليين. هذا هو الكلام ديال السرعه. انتم ناس غادي تفركتوا الاسره. شحال عندك الان السنه الماضيه من ديال حوادث الطلاق؟ شحال؟ ها؟ شحال؟ 100,000 والدار البيضاء. ايوا العام المره الجايه ان شاء الله غادي يكون 200,000، غادي تكثر ان شاء الله. واش راكم عندكم شي عقل ولا ما عندكمش؟ واش الامان ديالكم ان تشوفوا الناس مشردين والاولاد في الطرقات؟ نبني لهم انا دار ولا مؤسسات للاطفال المهملين والايت، واش تسمحهم وانا نبني لهم؟ انت تصنعهم، خليهم في ديارهم. جاو شقاق اسيدي، جيو جمعيه ديال السلام عليكم، انت راك ذاك الزوج ديالك ذلك. مره جات واحد السيده ضرب الله سبولتها وصافي، وتسمحت في ولادها وخرجت ودتها شي جمعيه، ولقيت لها انا قلت لها اش انت مالك انت؟ ولادها بقوا برا. لقيت لها قلت لها واش انت؟ قالت لي الزوج قالت لي باش دالي حقي. قلت لها واش حقك لي؟ شنو هو الحق اللي دالك؟ قالت لي ما عطانيش النص ديالي في الدار. قلت له انت شنو درتي معاه في الدار؟ اش راكي ديري؟ قالت لي هو كان يبنيها وانا كنت نشوف. قلت له حتى انا شفت شي عماره نسال فيها النص. قال لي شاف شي عماره. اش راكي هبلتي انت ولا؟ هذه اموال الناس لا تؤخذ الا بطيب نفس. هذا تدي له لانه ما اذا شاركتي معه صحيح. اذا اخذ لك جزء من المال ديالك خصو يعطيك، واذا بغى يعطيك شي حاجه تفضلا قول له نشوف. ايوا العمال حتى هما شافوا في المعمل كان يتبنى ديال هذيك اللي قال الارض لمن حرثوها والمصنع لمن يشتغل فيه والدار لمن يسكنها. هكا كل شيء داك الشيء مشى ودخلناه احنا في الديار ديالنا ومشات. سمحت انا نعرف هذا مشات سمحت انا حضرت معاك عرفت باللي كانوا، لان هذوك اللي كانوا ياكلوها ويشربوها هذوك الجمعيات كانوا خالصين عليها، كانوا يعطيو الحساب على البيلون شحال من اسره شتتوها. هذه مرة انت حمقه انت روحي تقراي تستحقين النصف. قال لك النصف شكون اللي عطاك هذا النصف؟ وانا غادي تلفت على شي واحد يدير له النص ديالو هذا خطف هذا على ما كاينه لا في, 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 في اذا كاين عقد اتفاق الان الزواج في فرنسا عنده بعض ديال الصياغ
الذمه المشتركه والذمه المنفصله ثم شنو هما لكل وسمعت مشى الاولاد مشى ايوا ديروا دير مادات للنص ولا اربع ولا اسر لما تخرج واحد الزوج ديال الاطفال بحال هكا ولا ثلاثه وتشردهم تكون هذا عمل جيد الاسره ضبطها الاسلام. فلذلك هذا السؤال الجواب الجزء الاول ديال لا بد اننا أما ما يتعلق بالوفاة فكان أبو حنيفة يسأل عن الرجل يموت له القريب تجارك في الدار مش هو غادي يدير هو مات له باه وانت يدير هنا الكاسيت وتدير كذا يقول احنا خاطئين احنا مسلعة يبون تتعاطف معه يقول له كذا وجي يدير انك لان لا يمكن هذاك كان جارك وكون بعض المرات وصلك في السياره ولا تذكر له احنا نقول له احنا خاطئين انت مسلم صافي انا مسلم وانت لا يجب ان تتعاطف قال ويعزيه بالفاظ بحال جعل الله هذا اخر احزانك هذا قال ابو حنيفه وما قريتوهاش هذا الشيء ولا لا جعل الله هذا اخر احزانك ولا يصيبك الا خير وكذا وكذا من هذه الكلمات لنا باش نعزي المسلمه نقول الله يرحمه غفر له هذا شيء اخر ولكن هذا تقول له كلمات تسري بها عنه وهذه الدنيا دائما دار فناء وكذا كل هذا الكلام ما فيها باس فهذا معروفه في الفقه ديالنا ثم اذا كان هناك مثلا خروج الجنازه تخرج معه انما لا تفعل شيئا مما يفعلونه على جهة التعبد ما تخش الكنيسة لا تبقى ديرها كلا حتى إذا دخلت تبقى في واحد المحل أنك بحال اللي مطلوب منهم تو هما ما غاديش ما غاديش يصليو معنا بعض المرات يمشيو وكذا لأننا نشعر بأننا حينما نقول خلاف هذا الكلام هناك من يصنع لنا الآن أسلحة ضد المسلمين باش يقول لهم المسلمين لا يمكن أن يتعايشوا مع أحد لأن الآن أنتم تعرفون اليمين هذا الشغل ديالو فيفريي الآن جوج فيفريي الآن كاين استعدادات كبيرة للاحتفال بطرد المسلمين من الأندلس تعرفون هذه القضية الآن في هذا الشهر وكاين بعض حزب من الأحزاب يدفع في هذا بقوة وحنا بالنسبة إليهم حنا بالنسبة لهم طردنا ولا ما طرد حنا اللي درنا لكم كاع داك الشيء اللي راكم تعيشوا به أنتم هذيك أحسن ما في الأندلسي ديالنا الصناعة ديالنا والمعمار ديالنا والحقول سميتو جنة العريف شكون اللي دار بحال جنة العريف؟ تعرفوا تسميها بالاسبانيا خينيراليفي جنة العريف تعرفوا سميتو ديال مسجد قرطبة شحال يدخلوا ديال الناس وديتوا منه جزء الآن هي سميتو ديال كاتدرال جزء منه هي الكاتدرال اللي في داروا فيها كريستوبال كولوم كريستوف كولوم تما دفنوا في ديك هذيك باقي اي ما كان من الكاتدرائية الان اللي موجوده هي الثانيه عند المسيحيين بعد ديال 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 ايطاليا ديال الفاتيكان هي الثانيه من حيث القوه شكون يبنى هذاك الشيء الان كل الناس ياتون الى مسجد قرطبه ويعجبون من من من, من العظمه لأن هذا المسجد كله فيه أكثر من 1400 ديال الصواري ديال الرخام وفيه أقواس ماشي بحال هذه أقواس فيهم القوس ويعتبوا عليه ويزيدوا قوس آخر 9 ديال الأمتار ديال الصح فير الحديد وفير حنا كنا نديروا هذاك نجيب كرات طاح نهار الأول حنا كنا تبني جامع تبني بلا حديد الصباح يجي في الأرض ما كانش عندهم الحديد وإلى الآن هذه شواهد الخيرالدا هذه مسجد مع مسجد حسان ومع مسجد الكتبيه وجاو زولوا لها الراس تاعها وسموه الخيرال الدواره ويزولوا الراس تاعها وزولوا من احسن ما كان فيه التفافيح ثلاث تفافيح تفاحات ذهبيه كانت تلمع ليلا كانما احنا ما كناش ضيعنا لكم احسن ما عندكم في الفلسفه ديالنا احسن ما عندكم في الفنون ديالنا قل خرجناكم وخرجتونا وتوليو البدوى كما كنتوا في قبل كنتوا احنا ما كناش عبء على في اسبانيا ولو ان المسلمين ما انشغلوش بالحروب الدائمه التي لان كانت عندهم دائما حروب من تاتيهم من الشمال لما انهزموا مشاو للشمال الجبال اشتورس
واجتمعوا في الاساس هما البشكنس لي باسك. البشكنس كانوا دائما يديروا يفكروا بالاسترداد تاريخ كونتا. هذه العمليه كانت هي عمليه حاضره دائما، وكان دائما عندهم حلم بالمهاجمه وبكذا. ومع ذلك في المسلمون لا احد يقول بان الحضاره الاندلسيه حضاره عاديه، ما انجز الناس بعدها مثلها ابدا. فما تقولش انا خرجتونا وانتم عايشين في رزقنا، ثم خرجتونا ديك اللي ما عندهم ال سوبيرو ديال موندو ديال مورو ديال مورو ال سوبيرو ديال مورو، اي زفره العربي يفخرون بها، ان السلطان ابو عبد الله الصغير يعطي المفاتيح لإيزابيلا فريديناند. هذه لحظات الضعف عند المسلمين فقط، ولكن تعلمون أن المسلمين كانوا أنشأوا حضارة. ولكن اليمين الآن ما عندوش مشروع، مشروع دياله هو الحقد علينا احنا، فالسمك ديالنا يديوهما، والبر ديالنا يديونا، والسبتة ديالهم، ومليلية ديالهم، والجزر الجعفرية ديالهم، وبيريخيلاس ديالهم، كلشي ديالهم هما. هذيك الحجرة اللي مشينا اختلفنا عليها ديال ليلى، ليلى بيريخيلاس ديال هذه كلهم هما ديالهم هما، كلشي ديالهم. احنا عمرنا ما كنا موجودين كاع. مليليا ديالهم دارناها في كونفونسيون، هذيك داو في الصدق ديال شي. نحن نقول باننا يجب ان نثبت اننا أمة متحضرة، ونحن نعيش ونتعايش مع الجميع، ولكننا نحمي أنفسنا، نحمي أنفسنا وندافع عن وجودنا حينما، ولكن فيما سوى ذلك نتعاون على مع كل الشعوب التي تريد الخير. إذا كان هناك من يحترمه نحن نحترمه، ديننا لا يمنعنا من شيء من ذلك، ولكن ديننا أيضا حينما يجعل منا أناس يدافعون عن حياضهم، لأن الاستعمار جاءنا هذه شحال وحنا في الاستعمار، مليح لنا اننا وحنا في الاستعمار، اما فاديجيه وحنا مازال في شخصيات الاستعمار. الاستعمار شكون اللي داروا لنا؟ والاستعمار ماشي غريب جدا. تصور ان دوله مثلا بحال بلجيكا في الكونغو تقتل 5 مليون، اكثر منهم. هولندا شحال قتلت وقداش هي؟ في اندونيسيا قتل شي ما قتل قريب 10 مليون، قتلوا الناس وذبحوا وفعلوا، هذا تاريخ. ولكن نقول المسلمون مع غيرهم يجب ان يبنوا حضارة جديدة ولقاء جديد، ولكن ماشي على اساس هذا التحرش ولا العدوانية، لا العدوانية ولن تصلح هذا، لا 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 لنا ولا لهم. احنا ما تهجموا علينا ما نهجموا عليكم، ونتعاون والحمد لله. اعطيناهم احنا قديم ياك، اعطينا احنا الاوروبا قديم، احنا نعطيوها الان اكثر. 6000 طبيب مشات من المغرب، شحال مشاو من العالم الاسلامي؟ هذوك شنو هذوك؟ حطب هما اللي هزين لكم الان. الان كل المصانع الكبرى والمختبرات فيها المسلمين. المسلمين ما يعجبوكمش، ولكن في لانازا كاينين مسلمين، لان عندهم ذكاء وعندهم تهما وهما صالحين. لان بعض المرات انا بعد ما شفت في بعض الدول الطلبه المسلمين في الجامعات هم الولا، لان ما يقضيوش المسائل ديالهم في الخمر ولا في الفجور ولا ما يعرفوش، دائما خدامين وجايبين المسائل، والحمد لله ورصيوا المسائل. نقولوا كل الاشياء حتى حنا بعض المرات حنا نمشيو راه عندنا مجموعه ديال في الجانب الديني طلبه شباب تكونوا هنا، ماشي هذا لا يستهانوا به، راه رصيوا الحياه ديال الاوروبيين، وما هذا غير فقيه كيمشي وهو امام ويعرف كذا ويفض الخلافات. كي يكون مثلا واحد فقيه ما تحتاج ديك الجهه لا 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 شرطه ولا كل شيء بالخطاب بالكلمه الجميله بالتربيه الحسنه. فاحنا مازال حاضرين، وحنا غادي نزيدوا ان شاء الله نكونوا حاضرين. هذو اللي باغي يديروا لنا الكروش بي باش نطيحوا في الله غير غلطين وصافي. مازال غادي ان شاء الله بالعلم الشرعي وبالفهم وبالانفتاح على الجميع، يمكن ان شاء الله سيكون المسخ. هذا بالنسبه لهذا السؤال الذي ذكرته.